مكتبة يونيو. المقايدة، لماذا فشل الإخوان المسلمين في تجربة الحكم؟ جمال عبادي. الكتاب يقع في 4 فصول، ويقدم من خلاله جمال عبادي دراسة نقدية سياسية عن تجربة الإخوان في الحكم وأسباب فشلها وعلاقات الإخوان المشبوهة بالأنظمة الغربية. وتناول الكتاب مفهوم الحكم عند جماعة الإخوان الإرهابية، حيث خلص إلى أنها تقول إن رؤيتها السياسية والأيديولوجية مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية، تفتقد للاجتهادات الفقهية والسياسية الجديدة مع جمود موقفها من تولية المرأة للمناصب السياسية الكبرى وكذلك تكوين الأحزاب. ورصد الكتاب سلوك الإخوان المسلمين السياسي بعد ثورة 25 يناير وتداعياتها على الساحة المصرية، وقصة الإعلان الدستوري وظهور حركة تمرد وثورة 30 يونيو. كما استعرض الباحث علاقات الإخوان مع الدولة المصرية وعلاقاتها المشبوهة على الساحة الدولية. وفي الفصل 4 والأخير توصل الباحث لجملة من الاستنتاجات عن فشل الإخوان المسلمين في حكم مصر وافتقاد الجماعة لرجال الدولة والتصورات والرؤى التي تؤهلهم لحكم مصر. مكتبة يونيو.